إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا الذي أنبأتك به وأخبرتك به يا محمد من أمر عيسى لهو النبأ الحق الذي لا شك فيه، وكل ما يخالفه ويناقضه فهو باطل، وما من معبود يستحق العبادة إلا الله وحده، ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة، وإن الله لهو العزيز الحكيم. أجل، هو العزيز في ملكه الذي يقهر ولا يقهر، الحكيم في تدبيره وفعله، الذي يضع الأشياء مواضعها، له الحكمة التامة، فعزة الله دائما مصحوبة بحكمته. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم.